بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 75. كنا قد رأينا في الفقرة السابقة كما نرى في أعلى الصفحة جولي، أنا أقرأ، سي لو فيرب ليغ هو فعل قراءة. إذن رأينا سي ميدي، إنه منتصف النهار. سي ميدي، طبعا الحال ميدي هو منتصف النهار. الفيبو يعني هو يفعل جميل، المقصود كما قلنا أن الجو جميل. les oiseaux chantent، الطيور تغني. c'est le verbe chanter، هو فعل غنى. la course commence، السباق بدأ. c'est le verbe commencer، c'est le verbe commencer، هو فعل بدأ. au signal de la chatte، عند إشارة القطة. او سينيال دو لا شات، عند إشارة القطة. لا تورتي صوت اكور، السلحفاة تقفز. سي لو فيرب صوتي، السلحفاة تقفز. اكور سي لو فيرب كورير، هذا فعل جرى. لو لابان لوي، الأرنب هو، أو كما قلنا من جهته. غاست دون زان كوان، c'est le verbe rester، يعني فعل بقية. إذا لو لابان لوي غاست دون زان كوان، أنه بقية في زاوية، المقصود أنه بقية في مكان معين. أغوغاردي لو سبيكتاكل دو شا كي شاس لا سوري، يعني أنه بقية في زاوية معينة ينظر. لو لابان لوي غاست دون زان كوان أغوغاردي لو سبيكتاكل، يعني أنه بقية في زاوية ينظر المشهد. لو سبيكتاكل دو شا كي شاس لا سوري، إذن بقي ينظر مشهد القط الذي يصطاد الفأرة. أسويفغ يعني للمتابعة، المقصود أن القصة لم تنتهي بعد. بعدها عندنا مؤتي. مؤتي كلمات أدوات، طبعا الحال لي زوتي هم الأدوات التي نعمل بها. إذن مؤتي، إذن كلمات أدوات. إذن طبعا الحال كلمات الأدوات عموما هي الكلمات التي نستعملها في الجمل والعبارات من أجل أداء معنى معين. إذن نتكلم عن لي مؤتي. طبعا الحال في الفقرة التي عندنا سنتكلم عن كي ثم عن لوي. طبعا الحال كي سيتان برونو غولاتيف، كما لو نقول ضمير وصل، كما لو نقول بأنه ضمير وصل. إذن طبعا الحال نتكلم على لو فيرب غوليي. غوليي يعني هي ربطة. إذن هذا يسمى برونو غولاتيف. في اللغة العربية نقول اسم موصول، يعني أنه يصل بين فعل مثلا واسم. الرجل الذي خرج مثلا. إذن كما عندنا هنا مثلا لوم كي سور دي سي اي مون كوزان، الرجل الذي خرج من هنا هو ابن عمي. إذن لوم كي سور، طبعا الحال عندنا لو فيرب سورتير. لوم كي سور دي سي، الرجل الذي خرج من هنا. كما لو نقول دو اي سي، كي سور دو اي سي، الذي خرج من هنا. طبعا الحال عندنا او مع اي دو فويال كي سونكونتر، طبعا الحال تنحيدو الاولى وتنديرو ابوستروف. إذن لوم كي سور، الرجل الذي خرج دي سي من هنا، اي مون كوزا، هو ابن عمي. طبعا الحال هاد كي ممكن أن تأتي كأداة استفهام. إذن ممكن أن هاد كي تأتي كأداة استفهامية. نقول مثلا كي افيفو رونكونتري، من الذي التقيت به، أو من التي التقيت بها. كي افيفو رونكونتري، كي افيفو رونكونتري، طبعا الحال الأصل هو vous avez rencontré. vous avez rencontré يعني أنتم التقيتم، أو أنتن التقيتن. إذن في السؤال نقلب le sujet مع le verbe، نقول ماذا؟ نقول qui avez-vous rencontré، qui avez-vous rencontré، qui avez-vous rencontré، من الذي التقيت. أو نقول مثلا de qui parlez-vous، de qui parlez-vous، عن من تتكلمون. de qui parlez-vous، de qui parlez-vous،
عن من تتكلمون. أما فيما يخص لوي هذا ستامبخونو بيرسونيل، كما لو نقول بأنه ضمير شخصي، هذا يخص المفرد في الغائب نقول عنه هو لوي ستامبخونو بيرسونيل ديزينو لا تخوزيام بيرسون دي سينغولي، يعني أنه يشير إلى الضمير الثالث من المفرد. إذن ستامبخونو بيرسونيل ديزينو لا تخوزيام بيرسون دي سينغولي، يشير إلى الضمير الثالث من المفرد. إذا طبعاً الحال في الجمع نقول أه، إذا لوي بالنسبة للمفرد، أه بالنسبة للجمع. نقول مثلاً il apporte de l'eau، يعني هو حمل ماء. il apporte de l'eau c'est le verbe apporter، وفعل جلب كما لو نقول il apporte de l'eau، يعني كما لو نقول هو جلب ماء c'est le verbe apporter، هو فعل جلب. il apporte de l'eau il la donne à lui، هو أعطاه له. كلمة لو باللغة الفرنسية هي كلمة مؤنثة، لذلك عوضناه هنا بلا، عوضناه بهذا لا. إذا نقول il la donne à lui، هو أعطاه له، إذا أعطى الماء له، إذا هاد هو هي هاد لوي. إذا il apporte de l'eau il la donne à lui. أو بيان أ إل في حالة المؤنث، أو بيان أ أ في حالة الجمع. إذا مثلا نقول إل أبورت دو لو إل لا دون أ أ، إذا هو جلب الماء هو أعطاه لهم، يعني أعطى الماء لهم. عندنا هنا جو غوتيان، أنا أستنبط أو أستنتج، سي لو فيرب غوتونيغ. إذا عندنا أول فعل إل كور، il court هو يجري، إذن كما نرى في الصورة il court، الكتابة الشكلين il court il court c'est le verbe courir. les oiseaux chantent، voilà on a sur l'image on a des oiseaux qui chantent. les oiseaux chantent. la tortue saute aussi comme nous le voyons sur l'image، voilà on a une tortue qui saute. لا تورتي صوت، السلحفاة تقفز. لا تورتي صوت، لا تورتي صوت، السلحفاة تقفز. aussi on a un spectacle، un spectacle comme nous le voyons sur l'image on a un spectacle، عندنا مشهد. le spectacle المقصود به المشهد، un spectacle. compétence، compétence كما قلنا فيما سبق قدرات. à la fin de cette semaine tu seras capable، في آخر هاد الأسبوع أنت ستكون قادر أو أنت ستكون قادرة d'employer des expressions pour demander l'autorisation، إذن ستكون قادر على استعمال عبارات لكي تطلب رخصة، l'autorisation يعني الرخصة. à la fin de cette semaine tu seras capable d'employer des expressions pour demander l'autorisation، إذن في آخر هذا الأسبوع ستكون قادر على استعمال des expressions يعني عبارات pour demander لطلب، من أجل طلب. إذن pour demander l'autorisation من أجل طلب الرخصة. أيضا de lire les sons K et O، ستكون قادر أيضا على قراءة de lire les sons على قراءة الأصوات K et O، ستكون قادر على قراءة الأصوات ك و أو. ثم لي مو إي لي فخاز لي كونتونو، ستكون قادر أيضا على قراءة الكلمات إي لي فخاز، لي مو يعني الكلمات، إي لي فخاز والجمل، لي كونتونو المحتوية عليها. المقصود أنك ستكون قادر على قراءة الأصوات ك و أو ثم الكلمات والجمل التي تحتوي على ك و أو، ثم d'écrire correctement C O E O. d'écrire correctement C O E O. ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح C O E O. إذن à la fin de cette semaine tu seras capable d'écrire correctement، يعني أنك ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح ماذا C O E O.
طلع الحل عندنا اي تنطق او مثل او، ثم عندنا او اي تقرا ايضا او. ايضا à la fin de cette semaine tu seras capable d'être à l'heure en classe, يعني انك ستكون قادر على ان تكون de être طبعا الحل عندنا d'être لتكون à l'heure في الساعة à l'heure en classe. المقصود انك ستكون قادر على ان تكون في الوقت في القسم، المقصود انك ستكون منضبطا في حضورك الى القسم. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.